اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا معجنات، ولكن بمدرسه المغازي معانا عجينه هنعملها حلو وحادي، هندخلها في نوع من انواع الحلويات مشهور جدا في الريف المصري والصعيد المصري والدول الاوروبيه في كل مكان، حاجه كده خفيفه على المعده اسمها بغاشه. بغاشه بالعسل وحبه البركه. هنعملها ازاي؟ هي العجينه معانا، وهناخد نفس العجينه بمكوناتها ونعجنها مره واحده، هنعمل فطاير الدجاج المقليه المقرمشه، حاجه كده واخده من المطبخ المكسيكي والطعم المكسيكي زي الفاهيتا، ونشوف ازاي نحولها لفطاير مقرمشه بجبنه شيدر او موزاريلا. معانا سلطه النهارده انا بسميها موسوعه غذائيه من المكونات بتاعتها، والصوره الحلوه في مكونات السلطه الروس سلط تتحدث عن نفسها، اذا كان بروتين حيواني من البيض، كربوهيدرات من النشويات والبطاطس، فاصوليا خضراء مفيده جدا للجهاز الهضمي وكمان غنيه بالالياف، جزر، فيتامين سي، واحنا محتاجينه في البرد، واوميجا 3. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي، فيها خبره طهويه باقل تكلفه ممكن تجيبيها وتعملي مطبخ زي ما انت عايزه، وهي دي الشطاره، انك انت مش عشان تعملي حاجه جديده وتعملي حاجه مفيده لازم تصرفي كتير، لا بالعكس، بأقل تكلفة تقدر تخش أي مطبخ في الدنيا وتعملي الأكل اللي نفسك فيه اللي بتشوفيه في منيوهات مترجم وعايز حد يترجمه، لأن معاك الشيف المغازي بتتابعيه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. هروح فاصل صغير أو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة. حلقة فيها شغل كتير النهاردة، في نوع من المعجنات هنعمله ونضرب عصفورين بحجر. ليه نضرب عصفورين بحجر؟ خبرة طهوية، اعملي عجينة، العجينة دي هتطلعي منها حاجة حلوة وتطلعي منها حاجة حادقة هتستخدمها في الفطاير تبقى لطيفة وجميلة. مكونات العجينة هستأذن فريق العمل الجميل نشوف مكونات ازاي نعمل فطاير الدجاج بمكونات عجينة. العجينة اللي موجودة دي هنستخدمها في نفس الايه الحلو بتاعنا اللي هي البغاشة اللي موجودة معانا في المنيو اللي بنشوفه قبل الهوا. معانا دي ومعانا طبعا بيض وزيت وكمان ميه دافيه وقليل من البيكنج باودر. معانا صدور فراخ، معانا فلفله ملونه، معانا جزر مبشور او جزر متقطع جوليان، وزعتر وزيت زيتون وزبده وجبنه موزاريلا. المقادير بسيطه وسهله، ولكن الفكره الطهويه نفسها تحتاج وقفه هنا، ازاي اعمل اكله بنفس التكلفه وبمقادير جديده. اول حاجه هنحمر الفراخ. طب انا ما عنديش صدور فراخ يا ابو غازي، اعمل ايه؟ فرخه مسلوقه عندك في التلاجه، كنت عامله قبل كده ملوخيه، وعندك صدر فرخه، نص فرخه في التلاجه او صدور فراخ زي اللي معايا. هتقطعي صدور الفراخ دي او الفرخه المسلوقه وتجيبيها ايه؟ تستخدميها عادي في الفطاير. خلينا نشوف واحنا بنقطع الفراخ كده نقطعها مع بعض ازاي، دي مهمه جدا على فكره. الصدور كده لازم تشتريها بالشكل ده كده علشان ما تاخدش وقت كتير من السوى. اول حاجه نقطعها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شرايح عشان تيجي معاكي رفيعه عشان تستخدميها وتستوي معاكي بسرعه. تيجي على الموزه كده، دي ما فيهاش موزه، ناخدها كده، ادي شريحه كانك بتقطعها لي البيكات، اهو الشريحه الثانيه ونفس القصه هنا، دي فيها موزه، حلو انا بحب الموزه دي، اخدها كده نفس الطريقه. وفرصه السكينه معانا ومعانا صدور فراخ، نتكلم عن اكله بنفس المدرسه اللي هي الفاهيتا والشاورما. عايز اعمل شاورما بصدور فراخ، هي نفس التقطيعه اهي، قطع رفيعه معاكي كده. معانا الاساتذه المصورين حبايبي، وشفت التقطيعه جوليان دي اهي، الشرايح دي كده اهي، دي ما تاخدش كتير في السوى، نقطعها بنفس الطريقه، تبقى شرايح طوليه كده بالشكل ده كده، المصطلح العلمي بتاعها جوليان اهو، او شرايح اهو، وسكينتك تكون حاميه مفيش مشكله، سكينه صغيره كبيره بقى مفيش اي مشكله اهو، والسكينه تعدي مره واحده على صدور الفراخ او صدور السمك ما بتستحملش اهو عشان ما تتهريش في ايدك. نفس القصه هنا بالشكل ده كده، وهنتبلها ومعانا طاسة شديدة الحرارة على النار، حلوة، ونشوف ازاي هنحضر صدور الفراخ او الفراخ اللي معايا.
للفطاير المقرمشة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. زي الفل كده يا سارة. يا سارة ازاي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا يا سارة. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ سامعك، بتكلمينا منين يا سارة؟ من اهلا وسهلا، اموريني. انا كنت عايز اعرف بس طريقه الكفته. كفته عينيه، نعمل لك احلى كفته. كفته ايه؟ حددي بقى. كفته جمبري، كفته سمك، كفته لحمه. لحمه. حاضر يا فندم. انا حطيت هنا البوكيه جرنيه بتاعنا، الجزر والكرفس كده. بحتاج انا لشويه شوربه. المدرسه المغذيه بتقول ايه؟ الطهويه بتقول انك انت تبعدي عن اي مكسبات طعم. تجيب حله تحطها على النار. الحله دي بعد ما تحطها على النار بتحط فيها بصلايه وتومه، اللهم صل على النبي، شويه جزر، شويه ورق لورو، بصلايه ناعمه، حلو قوي، اللهم صل على النبي. ونقلب ده كده. الكفته طريقتها سهله جدا للاخت اللي اتصلت. عباره عن لحمه مفرومه، تاخد نسبه دهون تقريبا من 20 ل 30%، وبعدين تتفرم كويس عشان ما تفكش منك. هتجيبي معلقتين من البرغل، تغسليهم كويس وتنقعيهم، وبعد كده تحطهم على اللحمه المفرومه وتفرموا ده كله على الكبه او في المفرمه زي ما انت عايزه. دموعي من البصل مش عايزها، اتبل الفراخ دي كده. وبعدين تقدر انك انت تسيخيها على اسياخ او تعمليها اصابع وتحطيها في صينيه بشويه زيت صغيرين وتدخليها الفرن. اهم حاجه وانت بتشوي الكفته يا ست الكل درجه حراره الفرن تكون عاليه. انا كده حضرت البصلايه للفراخ اهي، والبصلايه طعمها جميل جدا اهي. شفت تحميره البصله دي كده؟ اهو مع التوابل. الريحه، انا عارف انك حاسس بالريحه وهي على الشاشه، الله عليك. اهو ناخد الفراخ بتاعتنا اللي احنا فرمناها بالشكل ده كده اهو. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ راح على فين دي الخطه دي؟ نقف محطه هنا اسمها محطه الابداع. دايما لما بتيجي فرصه اتكلم عن معلومه بقول عليها محطه الابداع. يعني ايه محطه الابداع يا مغازي؟ يعني اقدر اعمل الفراخ دي بنفس الطريقه دي كده شوربه، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي سندوتشات شاورما، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي فتت شاورما بالخل والثوم او اعملها بالزبادي، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي فطاير فطيره حلوه كده، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي مع اطباق مكرونه كتيره سواء مكرونه بشاميل او مكرونه بالوايت صوص او بالريد صوص. حلو الكلام. سؤال مهم جدا من الكنترول، هل بنفس الطريقه اقدر اعمل الفطاير دي باللحمه؟ يعني يفضل بالفراخ لان تفصيله الاكله بالفراخ، ولكن لو عايزين نعملها باللحمه نعملها. المطبخ له دستور وله قاعده، ولكن اللحمه ايه؟ ممكن نقطع اللحمه جوليان شرايح زي الشاورما او اللحمه المفرومه. نظافه مطبخك اول باول، ايدك فيه. الفراخ اتحمرت زي الفل اهي، واسيبها على النار كده. ونتكلم عن العجينه بتاعتنا اللي هي اهم حاجه في الموضوع للامانه. يعني هستاذن استاذه رحاب بعد اذنك مقادير العجينه على الشاشه تاني، لان العجينه دي هي محور الحديث. مقادير العجينه اللي انا هستخدمها النهارده واضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا المثل. هنعمل منها حلويات ونعمل منها فطاير. عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، وبياخدوا معلقتين من الزيت، وبياخدوا بيضه ورشه بيكنج باودر ورشه ملح صغيره وميه دافيه. العجينه جاهزه معايا زي الفل. بمسك العجينه دي بقطعها التلت والتلتين، اللهم صل على النبي. بيسالوني على السوشيال ميديا يا شيف مغازي، ما بتعجنش ليه العجينه على الهواء؟ لما بيبقى في تفاصيل في نوع من انواع المعجنات محتاج ان انا اشرحه بعجنها، ولكن انا بستفيد بالوقت بتاع البرنامج عشان نقدر ان احنا نقدم فيه معلومات كتير ونقدم فيه افكار جديده غير الحاجه اللي ممكن تاخد مننا وقت. عشان تبقى اجيبش بقى عجانه واقعد واحط. طب ما احنا كلنا بنعرف نعمل العجينه بيتزا، بنعمل عجينه الفطاير الفطير وهكذا، ولكن بنظهر بالمقادير بتاعه العجينه والعجينه معانا زي الفل متخمره. هاخد منها حته كده للبغاشه
شفت العجينه والمسام بتاعتها اساتذه المصورين حبايبي؟ اهو مسام العجينه اللي انا هعمل منها حلو وحادي اهو اهو ملبن في ايدي اهي مسام العجينه بالشكل ده كده. اول ما تديك المسام دي بواسطه البيكنج باودر تعرف ان العجينه زي الفل في ايدك اهي تمام. دي مش واخده خميره خالص. حلو. بقيه العجينه اللي معايا باخد كده قطع منها صغيره حلو. معانا شويه دقيق والنشابه بتاعتنا وهنعمل دلوقتي الفطاير المقرمشه بالجبنه حاجه كده زي البيتزا. عجينه فرحان بيها وانا ايه بقطعها ملبن في ايدي والسكينه ماشيه فيها زي السكينه في الحلاوه. حلو الكلام. نشيل العجينه دي كده على جنب عشان نستخدمها في الحلو بتاعنا. واحده واحده مع بعض النشابه شويه دقيق اللهم صل على النبي. مهم جدا واحنا شغالين نتكلم عن تفاصيل الحشوه. اخبار الدجاج ايه؟ الله هو ده. اخبار السوى زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عمش؟ ايه الجمال دي يا عمش؟ ممكن نحط بقى فيها جواها شويه فاصوليا حلوين. هو ده الكلام. شويه خضره حلوين من الجزر. شويه بطاطس حلوين. شفتي دي الفطاير بتاعتي. هتاخد جبنه موزاريلا معانا شويه بقدونس حلوين مفرومين. نقلب كل ده يا عم الشيف وفرصه ولادنا بيحبوا الفطاير ننتهز الفرصه وتبقى الفطيره دي فيها مكونات هم بيحبوها اذا كانت بطاطس او خضره ايا كان. بيحبوا السبانخ حط سبانخ. بيحبوا الكوسه حط كوسه بالشكل ده كده. كده جاهزه الفطاير بتاعتي او الحشوه. بعمل عمليه تبريد سريعه كده في كاسرولة كبيرة. عايزة الحاجة تبرد نصيحة مني حط الكاسرولة اللي هتبردي فيها الحاجة في التلاجة قبلها بوقت أو إنك أنت تحطها في كاسرولة كبيرة. هناخدها زي ما هي كده اللهم صل على النبي. والصوت عينيا لسه هنكمل مع بعض. هنقلب دول كده أو إن إحنا نسيبهم يبردوا كده لان احنا طالما هنشتغل فطاير لازم الحشوه عينيه لازم الحشوه تكون ايه برد. اي فطاير بتعمليها تسويه اللحمه مسبقا او فراخ او سمك ايا كان لازم تبرد بالشكل ده كده. هننتهز الفرصه ونطلب مننا ان احنا نطلع فاصل صغير. هسيب الحشوه دي المكسيكيه الحلوه دي فيها كل العناصر الغذائيه تبرد شويه ونشوف فكره عمل فطاير الدجاج بالخضار والجبنه المقرمشه في قلب الطاسه على عين البوتاجاز اللي عندك في البيت. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بعض. العجين اللي احنا قطعناه قبل ما نطلع الفاصل بفرده كده بشكل طبيعي خالص كانك بتفردي فطير مشلتت زي ما تاخدك النشابه. حلو الكلام. انا بس بسهل عليك الموضوع علشان تقدري تعملي حاجه حلوه وحاجه خفيفه وحاجه جديده. انتهز الفرصه. الولاد بيحبوا الفطاير بيحبوا البيتزا ولكن عندهم اعتراض على البطاطس على الفاصوليا الخضراء على الجزر. اطعم لهم الفطاير كده بشكل ايه فني طهوي. ادي العجينه اللي انا فردتها دي كده اخر واحده معلش اهي. حلو. ناخد الفراخ بتاعتنا اللهم صل على النبي. جزر كوسه بطاطس فاصوليا خضراء اللي انت عايزاه. وادي فراخ اهيت عشان ايه جبنه موزاريلا الله. شفت الحشوه شويه
ريحان او بقدونس حلوين. العجينه الثانيه اللي معانا تنزل هنا كده، ونشد الاطراف كده بايدينا كده اهو، حلو قوي يا عم الشيف. ايه الجديد بقى؟ دي المفروض تخش الفرن ولا تتقلي في الزيت؟ نفس التركيبه دي كده بسكينه صغيره، اللهم صل على النبي، ونعمل لها ايه؟ الضفيره بتاعتنا الحلوه. تاخد شكل حلو، تاخد شكل هندسي. طاسه على النار شديده الحراره، ممكن تحط العجينه دي على ورقه زبده عشان تبقى سهله الايه؟ التقليب معاكي. تفاصيل معانا يا فاروق؟ العب. ونعملها كده. اخبار الزيت ايه؟ زي الفل معانا، اللهم صل على النبي. شويه زيت حلوين كده يا عم الشيف، وندعم الزيت ده شويه سمنه حلوين، بما ان احنا بنعمل فطير مقليه ده ما يمنعش. اللهم صل على النبي. زي الفل. ونبدا نحمر مع بعض. نخلي دي كده على جنب، ونعمل واحده تانيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلمك حاجه برضو لطيفه خفيفه. يعني كل ده هدفي ان انا اوصلك انك تعملي افكار بسيطه وسهله لاولادك. دي على ورقه الزبده عشان بعد العجينه ما هتريح ممكن تلزق منك في الكاونتر. ناخد العجينه اهي. فراخ، بالله عليكم الموضوع هنا كل يوم بتعملي فراخ لاولادك بنفس الطريقه، انا ما جبتش حاجه جديده. كانك بتعملي طبق مكرونه. دي جبنه موزاريلا، عايزه تحط جبنه شيدر اختياري زي ما انت عايزه، ولادك بيحبوا ايه استخدمي. شويه بقدونس حلوين. وناخد العجينه الثانيه، ولما ترص العجين فوق بعضه لازم تحط شويه دقيق عشان العجينه ما تلزقش في الثانيه. واشتغل كده يا عم الشيف بالراحه خالص اهو، بسكينه صغيره كده حلوه، وهندس العجينه كده. واجي هنا كده، الزيت بيسخن اخباره ايه؟ اهو. ورقه الزبده هتساعدني في ايه هنا؟ ان هي ترفع العجينه زي ما بتلف معايا كده، زي ما انتم شايفين. شفت ازاي؟ اهو. الفكر الطهوي بيساعدك على انك تقف في المطبخ واثق الخطوات يمشي ملكا. ناخد دي كده يا عم الشيف زي ما هي، اللهم صل على النبي اهي. نفس القصه هنا. شفت ازاي؟ اهي بنفس الطريقه. وتعالوا مع بعض نعمل كمان مع بعض اتنين تلاته، وراناش حاجه. ورق الزبده معانا تحت ايدينا. اللي ما خدش باله من الاولى والتانيه ياخد باله من التالته. ادي العجينه. الفراخ اللي احنا مقطعينها كنا هنعملها مكرونه بالبشاميل، والعيال مش عايزين مكرونه كل يوم. الفراخ اللي احنا مقطعينها وعايزين نعملها سندوتشات شاورما، والعيال ملوا من الشاورما. الفراخ اللي احنا مقطعينها وعايزين نعملها فتت شاورما اهو، جبنه موزاريلا واحطها في قلب الفراخ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد العجينه كده، الله هو ده. وفرصه العجينه موجوده عندك زياده هنعملها حلو، اللي هي البغاشه. ورقه زبده بثلاثه تعريفه بتديك فرصة انك انت تقف في المطبخ كده ايه؟ الله. البرمة دي او الضفيرة دي وانا شغال. نعم ممكن، بيقول لي ممكن تتشوف في الفرن. ممكن تتشوف في الفرن، بس انا حابب اقلاها في الزيت لان انا مدخل مع العجينة بيكنج باودر مش خميرة، تبقى بقرمشة ولطيفة. لا خالص. دي لو دخلت الفرن ندخلها الفرن زي ما هي كده. ليه يا عم الشيف؟ علشان الجبنه تسيح معايا. هو ده الكلام، ده اللي يهمني.
بواقي العجينه لو حضراتكم متابعيني من الاول ممكن نستخدمها في نوع تاني من الفطاير او ان احنا نعملها بغاشه، فدي مش هتنفع في البغاشه لان هي طبعا خدت من الثوم والبصل وتتبيله الفراخ. هناخد العجينه اللي احنا عملناها دي كده اهو، ونشتغل في واحده ثانيه على الزيت معانا على النار اهو. الله، هو ده اهو. ناخد الفراخ اللي كنا عاملينها شاورما وباقيه عندي في الثلاجه، الفراخ اللي كنت عامله ملوخيه للولاد وباقي صدر فرخه في الثلاجه، الفراخ اللي كنت عامله فته وباقي صدر فرخه في الثلاجه. الشيف المغازي تاني يوم عاد هيكلتها وعملها بطريقه جديده اهو. دي فطيره كبيره، دي بتاعتي اهو زي ما هي كده اهو. الله الله اهو ده، واحط كده دي على دي كده اهو. لازم التركايه دي باصابع ايدي كده واطراف ايدي كده اهو، والعجينه تاخد البصمه بسكينه بالراحه خالص كده اهو. ورقه الزبده بتلف معايا اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ اقل حاجه انك تقدري تعملي حاجه جديده باقل تكلفه اهو. والعجينه دي ناخدها كده ونخليها هنا كده، دي ما تترميش خلي بالك، دي صارفين عليها، فيها بيكنج باودر، فيها حليب، فيها بيض، فيها دقيق، فيها خبره طهويه، فيها مجهود، فيها وقفه في المطبخ على حساب انك بتعملي حاجه، فشيلي العجينه في الثلاجه، تاني يوم تقدري تعمليها حاجه تانيه بفكر تاني بشكل تاني بطعم تاني اهو اهو. يعني ممكن تعمليها فطاير وتشويها في الفرن، مش عايزه تقليها في الزيت تشويها في الفرن، تحطي دي جنب دي اهو. ايه الاخبار في الزيت؟ مش هنقلبها خالص دلوقتي، دي في زيت وزبده او زيت وسمنه، بتاخد راحتها خالص اهو. واحده اخيره بقى كمان اهو كمية علشان تاخدي معاك اتنين تلاتة لحماتي كنت رايحة تزوريها. فتحت القناة الأولى النهاردة يا حماتي يا أم زوج العزيز، لقيت الشيف المغازي رايق وعامل فكرة جديدة بالفراخ اللي بناكلها كل يوم شاورما، بالفراخ اللي بناكلها كل يوم فتة، بالفراخ الباقية من بتاعة الملوخية. طب ينفع فراخ بس؟ ممكن تعمليها بلحمة، ممكن تعمليها كمان بكبدة. الله عليك ما تزعلش. بس مش تبقى الكبدة مع الجبنة مش هتبقى ايه لطيفة يعني. اهو ناخدها كده اهو. وبرضو انا ما زلت اقول المطبخ له دستور وله قاعدة. المطبخ ده حب. تحب المطبخ تعملي حاجة حلوة قوي اهو. عملت كام فطيرة انا؟ اتنين في الزيت او على النار ومعايا تلاتة اهو. طاسة لو تشيل اكتر كنت حطيت. ممكن على فكره تجيبي طاسات صغيره وتحطهم على عين البوتاجاز وجنبك كده ايه، يبقى كل واحده في طاسه تبقى احسن مني اه. شفت اللفه دي اه؟ ورقه الزبده بتساعدك وتخليك تتحكمي في الفطيره وانت بتضفريها اه. وبعد ما تضفريها الضفيره دي كده بالراحه خالص اه بايديا كده اه اه، ونضغط عليها بايديا كده اه، ونخليها كده مكانها، وناخد العجينه دي بتاعتنا اللي ده اللي يهمني بقى في الموضوع، ونعيد هيكلتها. طاجن لحمه، طاجن كباب حله، كمونيه، عايزه تعمليه وبعد ما تعمليه تغطيه بالعجينه زي اخواننا في الهند وفي المكسيك مفيش مشكله. العجينه لازم عشان تستخدميها وتعيد هيكلتها لازم تسيبيها تاني تتخمر لمده 5 دقائق او 10 دقائق. بس العيش الشامي الابيض مش هي ممكن تعمليه، بس مش هيد الاطراف مش هتمسك لوحدها، فانا عملتها بالعجينه عشان الاطراف تمسك عشان اقليها في الزيت. بس لو عملتها في العيش الشامي تقدري تشويها في الفرن زي الحواوشي كده، هتاخد ما هتاخد شكل الحواوشي. الموضوع هنا مختلف شويه، الموضوع هنا الجبنه ساحت هيد في قلب الفطيره فيها اخضار اللي انا حابه للاولاد، ولادي بيحبوا السبانخ ياكلوها بس انا عملت لهم طعم، او مش بيحبوا الفاصوليا فانا انتهز الفرصه بالخضروات الشتويه الجميله. وهم طالما بيحبوا الفطاير، ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الصوره اللي لفتت نظري دي على الشاشه؟ طب ناخد الصوره الحلوه دي وناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف حمرنا شويه حلوين، واعتبرها هديه بدل طبق الجاتوه او دسه الجاتوه اللي بتاخدها لحماتك او لماما، تعرف ان هي تعبت واشتغلت في حاجه حلوه. اه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. خلونا نقلب كده مع بعض عشان
الصورة الحلوة تخطف عينينا. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ حاجة جديدة والله يا شيف. ده احنا كل يوم فتة فراخ، مرة بالحمص، مرة بالزبادي، مرة شاورما، خليها ما تقلقيش خالص. أهم حاجة الزيت يكون شديد الحرارة، والتقليب كده بالشكل ده كده ما تقلبهاش غير مرتين. لما تلاقيها اتحمرت من الأطراف، دي المرة الأولى، والمرة الثانية بتشيليها من قلب الزيت، تصفيها على منديل ورقي حتى يمتص الزيت المتبقي. الله أكبر. تعالوا نطلع مع بعض الفطيرة الحلوة دي كده. يا مسهل البغاشة، والله احنا معانا وقت ان شاء الله هنعملها بإذن الله، بس خلينا نطلع الفطاير من الزيت. هنعمل كل حاجة ان شاء الله، مش هنعمله النهاردة نعمله بكرة، احنا ورانا حاجة غير المطبخ. اللهم صل على النبي. حلو قوي. نجيب سكينة حلوة. عينيا عايز تشوفها من جوه. الله ما احرمك من حاجة، انا عارف ان انت حبيبي. بص 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 على الحلاوة، شوف السكينة نازلة فين. قلب الصغير لا يتحمل القرمشة. الله يا حلاوة. حلو. سؤال من خلال السوشيال ميديا، ينفع استخدم العجينة دي يا شيف مغازي في الحواوشي الاسكندراني؟ طبعا، وتحية كبيرة لكل اخواننا في اسكندرية. تاني عينيا. حاضر اهو. يلا يلا، ما خدش باله من الاولى ياخد باله من التانية. انزلي يا سكينة اهو. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ حاجة جديدة. تاني اهو. هي نفس المكونات بتاعة الأكل عندك، ونفس الشاورما، ونفس الفراخ اللي أنت كنت عاملاها ونقعها في الزيت عشان تعملها شاورما. ارفعي الزيت من النار قبل الأول، قبل كل حاجة. عندك أطفال صغيرين مش لازم يخشوا المطبخ دلوقتي. الله، السكينة نازلة بتغني. ألف هنا وشفا للي ياكل. نشيل الحاجات دي كلها من هنا ونشتغل في البغاشة. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.